يمتلك عملة من كل دولة. هذا الرجل الصربي أمضى 36 عاماً من عمره ليجمع عملات وأوراق نقدية من 194 دولة حول العالم. زوران ميلوسوفيتش حداد صربي يعيش في قرية بافلوفيتشي شمال البلاد. أهداه صديقه مجموعة عملات عندما كان شاباً، ومنذ ذلك الوقت قرر أن يجمع بشكل شخصي مستعيناً بأصدقائه قطعة أو أكثر من كل العملات الجاري تداولها في العالم، بالإضافة إلى العملات القديمة، وعرضها في هذه الواجهة الزجاجية الصغيرة. أجمع العملات منذ 36 عاماً، وأحاول أن أجمع العالم وأضعه في مساحة متر ونصف متر مربع. أريد من جهة أن أظهر كم أن العالم صغير، إذ يمكنك وضعه في علبة كهذه، إنما كم هو ضخم كذلك. وأريد أن أظهر أيضاً ما يمكن أن تفعله المثابرة لدى البشر. واجهة النقود الزجاجية اكتملت تقريباً إلا من عملة واحدة، وهي دولار جزر سليمان، ويعمل ميلوسوفيتش على الحصول عليها، لكن بشكل سري حتى لا يتعرض للابتزاز من هواة جمع العملات. أتبع طرقا سرية للحصول عليها، لأن جميع العملات لا يرحمون، فإن حصلوا على القطعة قبلي سيبتزونني لأعطيهم مقابلها عملات من 50 بلدا. الأمر معقد للغاية. شاركونا آراءكم، هل أنتم من هواة جمع العملات؟